بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي غالياتي، يا أغلى فوفيات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وما تشوفوا في الفيديو. أتمنى لكم يوم سعيد وحياة أسعد إن شاء الله. صحة رمضانكم، صحة فطوركم إلا راكم شفتوا الفيديو مول الفطور. فوالا حبيباتي، اليوم جيتكم بهذا الموديل. دائما في سلسلة التروس تاع الكوزينة راح ندير لكم سلسلة متواصلة. اليوم راح نخدم معاكم لاناب نتاع الطابلة. البنات، الطابلة اللي راح نخدم لها لاناب فيها 120 على 70 سنتيمتر، 120 على 70 سنتيمتر. الطابلة هذا هو الطول والعرض نتاعها 120 على 70. انا واش راح ندير الموديل؟ راح ندير لاناب نديرها حمراء، وراح ندير شومان دو تاب بالقماش هذايا. هنا كانت راحت لي لا فيديو تاع شومان دو تاب، سمحوا لي، بصح نظن كامل تعرفوا تخيطوا شومان دو تاب. لهنا ماهيش محده، خيطها ومن بعد صبت روحي بلي مانيش نصور في الحقيقه، يعني دوماج راحت لي لا فيديو. شنو راح نشرحها لكم بالتفصيل هنايا. فوالا هاي لي كيفاش درتها، درت لها هذه شبشوبه من هنايا، بعد ندير لها نو في الاحمر هنايا ومن الجهه الاخرى. يعني هذه قطعه مستقيمه، راح نجيب قطعتين مستقيمه، قطعه مستقيمه، قطعه مستطيله. صيام صيام، سمحوا لي، قطعتين مستطيلتين. هنا مولات الشومان دو تاب حبتها شويه جهه طايحه على لي كوتي منه ومنا. انا هنايا درت لها فيها متر وربعين، متر وربعين، وهنايا الارتفاع باش درت المثلث هذايا درت 15 سنتيمتر فقط، غير باش يجيني شغل المثلث نتاعي هذا هو. وهنا هذه شبشوبه عادي يعني، ودرت لها هذا العقاشه، دي عقاشه كبيره هكايا عادي، نخيطوها بالقفا يعني عادي، راكو عارفين تخيطوا القطعتين ومن بعد تقلبوا. هذيك الفتحه هنايا، هذه الجهه تاع الفتحه راهي منايا، راح نقلبها من بعد ونحددها مليح ونعاود لها لا سيربيكور كامل لو تور نتاعي. وهذه شومان دو تاب راهي واجده هنا. لا نبلا راح نخدم لكم معاها، نخدمها لكم بالتقنيه هذه اللي راح نديرها لكم. هنا لا نب واش راح ندير فيها؟ خطيت قطعه كذلك مستطيله الشكل كبيره. هنا كيفاش راح تاخذوا القياسات حبيباتي؟ راح تدوا مادام عندنا 120 على 70، راح من كل جهه، من كل جهه راح نزيد 30 سنتيمتر، من 25 حتى 30 سنتيمتر. انا هنا مولتها انا زدت لها 25، هي حبتها ما حبتهاش طايحه، هي حبت 20 سنتيمتر فقط طايحه، وانا حبيت ندير لها زدت لها ديك الخمسة سنتيمتر. يعني واش حبي يقول؟ حبي يقول القيس نتاعك، القيس نتاعك وزيدي له مثلا 120، زيدي لها 50 سنتيمتر، ولا الا حبيتي ديري 30 سنتيمتر الارتفاع اللي يجي طايح ديري 120 زائد 60 سنتيمتر. متفاهمين؟ نفس الشيء الله اكبر حق راح تعملوه مع العرض نتاع القطعه 70 زائد 50 سنتيمتر او زائد 60 سنتيمتر حسب الارتفاع اللي راح ديريه. هذه هي يسمى انا عندي هنايا البنات، عندي راني درت انايا 120 زائد 50 سنتيمتر، اي ولات لي 170. عندي 70 زائد 50 ولات لي 120. هذه هي القطعه نتاعي راهي حاضره. الان راح نجو للقطع، للقطع اللي نسحقوهم. انا اختاريت اني ندير لها لو تور ان كادر، القطعه نتاعي راح ندير لها ان كادر هكذا باه ندير كوم رابيل. انا حبيت نزيد لها هذا الزياده، هذه العفسه علاش درتها البنات؟ باسكو ما كفانيش القماش نتاع هذا القماش من هذا اللون باش ندير لها تكشكيش. انا حبيت نبدل الموديل، درت موديل الاصفر درت له التكشكيش نتاعو ولا تشرشيب، ودرت له هذا العبسه ثاني، ولكن هذا الموديل ما حبيتش ندير له الترشيف، ما يجيش شباب على خاطر هذا القماش جايك شغل اغيغ هكذايا، ما يجيش شباب به. الو اختاريت ندير لها كوم غابيل فقط. كيفاش الطريقه باش نلاقوا القطع نتاعي؟ اولا القياسات تاع القطع كيفاش تدوهم؟ رايحين تدو العرض نتاع القطعه نتاعك، احنا قلنا 120 على 170، تاخذي قطعتين 120 120 يعني تاع العرض،
وقطعتين نتاع الطول اللي هو 170 170. الطريقه كيفاش تلاقي بها جد سهله، طريقه سهله جدا جدا. هاي ليك، هاي ليك، انا لقيتهم هنايا. هنايا اولا وقبل كل شيء، لما تحضري القطعه نتاعك، القطعه نتاعك كامل روحي معاهم بالحديد. شوفوا معايا مسافه 1 سنتيمتر كامل بالحديد هكذا، هذه الطويه هكذايا. علاش درنا هذه الخطوه؟ باش تسهل لي من بعد الخياطه، ومن شغل هادو تحضيرات مسبقه لتسهيل الخياطه فقط. هنا رحت معاهم كامل بالحديد لو تور كامل تاع القطع. وكيفاش راح نبقطهم مع بعضهم؟ شوفوا معايا هنا، ما حبيتش نقطعها، فوالا هاي ليك، راني خيطها بالاحمر باش يبان لكم، فوالا. وهنايا تجيني شغل زاويه القائمه نتاعي. شوفوا راح نوريكم الان كيفاش راح نبقط قطعه. شوفوا معايا هنا راني بقطتها، راكم ملاحظين دروك. شوفوا راني بقطتها، نروح غير بالعقل، ملاحظه فقط. لا روماركيتو، انا نحب الاتقان، نحب حاجه تكون متقونه بالبزاف. الو، حتى القماش هذا يا راني درتو الاغيغ تاعو درتو عمودي، ما درتوش افقي، مفهومي؟ لا لاحظتو راني درت، كسرت راسي كيفاش درت لاغيغ هكذا، درتو عمودي باه يجي لونسومبل كامل الاغيغ تاعو عمودي ماشي افقي. هذه ملاحظه فقط، تاخذوها بعين الاعتبار كل وحده وخدمتها. شوفوا قلت لكم هاي لي بلكو تتخلطوا، راني نوريكم في الخطوات. هاي لي كيفاش خدمتها، راكو تشوفوا هاي ليك الزاويه القائمه تاعي، من بعد النحو الزائد من هذا القماش لو الداخل. نروح نمشي هكذا هكذا هكذا، هذه القطعه نتاع متر و70، راني معاها راني معاها راني معاها. الان واش راح ندير؟ هاي ليك يعني غير بالعقل، راح نجيب قطعه نتاعي هاي ليك، راهي مطويه القطعه نتاعي نتاع 120، راح نشكل لو كادغ نتاعي، راح نغلقه بهذا القطع، متفاهمين؟ هنا الطريقه كيفاش راح نجيب القطعه هذه تاع 120، مادام هذه تاع 170 راح نجيب تاع 120، حنخدم العرض. نجيب الطيه مع الطيه نتاعي هكذا، نديرهم فوق بعضهم، فوالا راح نديرهم فوق بعضهم هكذا. راح نفتح القماش نتاعي بطبيعه الحال، نراعوا انه الحديد يجي مع الحديد، الطيه تجي مع الطيه هكذا. راح ندير هكا كيما راكم تلاحظوا، راح نفتحها ورايحه نراعي انه المستطيل تاعي او الزاويه القائمه راح تجيني للتحت. قلت لكم راح نغلق المستطيل، لازم تجيني هكذا، لازم تجيني هكذا، مفهوم؟ انا باش تجيني هكذا نطوي هذه الجهه، نطويها للفوق. علاش درت هذه الخطوه؟ باش نعلم فقط، نعلم وين راني رايحه نخيط، هذا مكان باش نتبع بالخياطه. راح ندير هكذا بالحديد، ولا نتوما بالحديد يجيكم اسهل، انا راح ندير غير هكذا، وعندي ستيلو قدامي فوالا. راح نجي لهنا هاي ليك، خرج لي لو تري، راح نحبس عند هذاك الواحد سنتيمتر تاع الحديد اللي حددتو. هاي ليك راح ندير لكم النقطه هنا، نرسم ندير خطوط باش يبانوا لي فقط، فوالا نحلها باش يبانوا لي فوالا. نجيب مسطرة خير، باسكو المسطرة أنا هكذا راني شادة، نجيب مسطرة مع النقطة، تروح زاوية خط مستقيم فوالا هاكا. هاني رسمتو، راني فاتحة القماش نحبس هنا، نحبس 1 سنتيمتر قبل الخدمة. راح نخيطها، تبعوا معايا، يعني حاجة سهلة، ركزوا برك. صحيح المبتدئات يجيهم تقول لك واعره ولا ما هيش واعره، ركزي فقط بالممارسه اكيد راح تخدمي وتخدمي ما خير ان شاء الله. هادو ديزاستيس تاع خياطه برك، راني نوري لكم فيهم. راح نحبس هنا اب، نروح نولي بالخياطه، سي بون، نجيب المقص نقطع فوالا.
انا قلت لكم حطيت القطعه فوق القطعه التاعيه هاي ليك هنايا، راح نفتحها هنا شويه، شدتها لي شد لي الخيط شويه هنا هاي، وكي نفتحها هاي ليك القطعه نتاعي راح تشكل لي الزاويه القائمه نتاعي راني نحوس عليها. فوالا هاي ليك تهبط لي لتحت، انا حبيتها تهبط لي لتحت. لازم تراعي الاتجاه كيفاش يهبط، لازم تغلقي المستطيل. هذه اول خطوه، نكملوا مع بعض الخطوات. راح انا نكمل نغلق كامل المستطيل عندنا. رانا شكلنا المستطيل تاعنا كيما راكم تشوفوا، هاو تشكل عندي المستطيل، يعني كل حاجه شوفوا كي تكون الخدمه بالحديد وتكون خدمه متقونه تجي كل حاجه في بلاصتها. واش راح نخدم الان؟ راح نجيب القطعه نتاعي هاي لي القطعه الحمراء، راح نجي مثلا من الجهه نتاع الطول، وهاو ليك القفه، القفه هاو ليك، نجيب القطعه نتاعي والقفه راهم قابلني، ونجيب هذا المستطيل، هذا المستطيل راح نجي كذلك راح نحوس على الجهه نتاع الطول، هذه هي جهه الطول، حنجي جهه الطول وراح نثبت الجهه اللي ما تكونش مخيطه، الجهه اللي ما تكونش مرفيه هكذايا، هذيك اللي راح نخيط منها. فهمتوني؟ مثلا نستناو تشوفوا، نحوس على القطعه نتاعي هاي ليك هذه هالا، هذه هي راح نثبت هنا في الزوايا، راح نحط المستطيل تاعي هكذا، نشد بلي زيبان عادي يعني الزاويه مع الزاويه تحطوه هالا، زاويه مع الزاويه، خياطه عاديه حتى للفوق دركا، ونروحو نخيطو كامل المستطيل تاعنا هذاك لو كادر مع القطعه نتاعي هاي ليك الجهه المعطوفه دائما قلت لكم، ونروح معها بالخياطه هاي ليك، تبعوا معها كامل بالخياطه هكذا هنا، راح نخيط معاكم ونرجع لكم. ملاحظه فقط هنا كيما الموديل اللي شفتو تاع الترشيف، هنا نتوما قبل ما ديروا هذه الخطوه تحطوا الترشيف تاعكم من تحت، شوفوا معايا خياتي بعد ما كملنا خيطنا كامل لو كادغ نتاعنا على ظهر لاناب، الخطوه الاولى التاليه ماشي الاولى الخطوه التاليه اللي حنديرها وراح نحي هذو الزوائد هنايا، راح نقلب هكذا فوالا، راح نقلبهم للامام على الوجه نتاع لاناب بهذه الطريقة. شوفوا معايا هاي ليك خرجت لي خدمة متقونة بيان فيني، حاجة شابة حاجة كلاس، هذا هو الموديل اللي قلت لكم يجي كلاس يجي حاجة شابة، دخلت فيه الأحمر مع الأغيغ بالأبيض الأسود يعني خرج طوب. فوالا راح نقلب كامل للأمام القطع نتاع لو كادغ نتاعي، وراح نروح نحدو ونرجع لكم. فوالا خياتي بعد ما كملت حددت قلبت القطعه وحددت هنا خلاص، راح ندير نخيط هنايا كيما راكم تشوفوا، راح نخيط كامل لوتوغ نتاعي
وعرفوا كيفاش تخيطوا، باه ما يجيكمش كشغل طالع هكا ولا مكمش، ولا دايما كي تكونوا تخيطوا ديروا هكذا مسحوا على القماش نتاعكم. وهنا البنات الخيط تاع لاكانيت نديروه بنفس الخيط تاع القماش، يعني احمر، ولا كل وحده كيفاش اللون تاع لاناب اللي حبت ديرها. ومن الفوق راني دايره اللون الابيض باه ما يجيش يبان، يعني تجي خدمه دايما نقول لكم تجيني خدمه بيان فيني. بسم الله. وبهذه الطريقه تكون لاناب تاعنا تكون واجده، فوالا تكون لاناب تاعي واجده. هنا قلت لكم هذيك لاناب وهذا الشمان دو تابل، هكذا راح يجي هكذا طايح، تجي حاجه شابه، حاجه شاب كلاس، يعني حاجه موديل. كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر، راح نشوفوا الشكل النهائي. ولا ما شفتوش في الفيديو راح نخليه لكم في الفيديو الجايين ان شاء الله، نحط لكم الطقم كامل ومتكامل. راح نخدم معكم ثاني الكرسي اللي ألحيتو عليه وكامل طلبتوه مني في التعليقات. راح ندير لكم ثاني الريدو اللي شفتوه معايا في المنتدى، راني حطيته في المنتدى، يعني خرج حاجه بزاف 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 شابه. نتمنى تتبعوني. في الاخر نقول لكم ما تنسونيش بالاشتراك في القناه، واللي مازال ما اشتركوش نقول لكم اشتركوا في قناتي وتضغطوا على زر الجرس بيوصلكم كامل جديد نتاعي فضلا وليس امرا. ديروا لي جيم لا فيديو، خرجوا دركا الان ديروا لي جيم وارجعوا وخلوا لي التعليق شباب 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 كيما نتوما يا الشابين ويا الشابات والعذرات نتاعي. نقولكم في الاخر تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم، تلاقاو في ساعه الخير في وقت ما خير ان شاء الله. دمتم اوفياء ووفيات لقناه دنيا باغادي دونج. الى اللقاء.